قال لي القطه هذه والله ما تحركوا من غير ان نروح وكومون دير نحل المشكل هذا تاع عينيها وتولي تشوف وتبرع. اما راح جاب لها لو سيروم سالي وجاب لها دي بوماد وجاب لها القطن وجاب لها كذا وشحال هو معاها. قلت له يا ودي جمال خلاص راهي تشوف شويه راك مسحت لها. قال لي لا لا اللي حتى نشوف عينيها مليح تولي تشوف وراح جاب لها الماكله ايتترا. المهم من بعد ما كومون دير وصلت لهنا للدار ومن ذيك الضربه يعني الفراق.